مرحبا بكم مجددا في هذا اللايف ليوم 6 سبتمبر 2022. توجيه دعوة رسمية من خلال مبعوث خاص من تبون إلى ملك المغرب تطرح عدة تساؤلات خاصة من الطرف المغربي. كيف سيكون رد ملك المغرب؟ هل سيقبل الدعوة؟ طبعا ما يقدرش يرفضها، ما يقدرش يقول لا ما نجيش، ما يقدرش يرفضها، لأنه هنا راح هو يتحمل مسؤولية المقاطعة ومسؤولية فتور العلاقات هذه والازمة كلها تمرك عليه. ما نظنش بلا يعني الملك يتصل به يعني هذا الشيء يعمل هذا الشيء، لا ما نظنش. يقبل الدعوة وما يمشيش للجزائر لأنه ماهوش موالف يحضر اجتماعات القمة العربية، عنده مدة ما حضر، يقدر يدير حاجه. كاين خلني نقول لك راهو مريض ما يقدرش يتنقل، ولكن شفناه في الخطاب تاع عيد العرش او الخطاب تاع 20 اوت لاباس عليه يخطب الدار كامل ويسافر يمشي لفرنسا ويجي، دونك ما عندوش قادر يمشي للجزائر على الاقل يحضر يماركي برك لا بريزونس، هذه اللي خطيره. يحبط في الطيارة ويرغم تبون باش يجي لقيه ويدير له الطابيروش. هنا ضربة تاع مدفع راح يوجهها محمد السادس لتبون، راح يضربوا بمدفع لهنا. هنا يقدر تبون يشكي يقول لهم هذا عدوان مغربي عليا، وي عدوان مغربي، لأنه إذا حضر الملك تبون راح تحتم عليه باش يستقبله كيما استقبل كل رؤساء وملوك العرب اللي حضر. الأولى ثاني كاش راح يسلم عليه، واش من وجهه يقابل به؟ وين راح يغسل وجهه تبون؟ وين راح يغسل وجهه؟ هذا وجهه مطلص حاشاك ما نقولش باش راه مطلص، اللي يظل يسب ويظل كذا ويظل داخل من اللي جاء من اللي تعين كطرطور في المرادية كعساس تاع العسكر في قصر المرادية، وهو يعايب ويتهم في المغرب راهم يشعلوا لي النيران العبدي فات المغرب شعل النار، يمون في الماك وفي رشاد، يمون في المعارضة، ألور كو ما عندوش جرام دليل واحد انه المغرب يأوي معارضين او يمول معارضين او يمول ارهابيين، وهو رشاد والماك معروفين راهم موجودين، معروفين راهم موجودين، وهشام عبود وامير دين زاد معروفين من راهم موجودين، هذول مقلقينكم. ومادام ولا ما همش في فرنسا علاش طالبين من الفرنسيين باش يسلموهمكم؟ اذا كان رد فعل الملك محمد السادس ايجابي ويجي يحضر ويزيد تكون عنده نية الصلح، هنا خلاص إذا جاء بنية الصلح قالها يعني يجي خويا واش عندك؟ وقدام العرب ويطرح المشكل قدام العرب، كان قدام الرؤساء العرب، أيا أعطونا واش عندكم ضد المغرب؟ هذا ما كان تعرف، لأنه هنا راح يطرح المشكل. وهنا الفخ اللي نصبته العصابة للمغرب راح يرجع يتغلق عليها هي، لأنه علاش؟
إذا أنت تقول إحنا باش نديروا لم الشمل ونحلوا النزاعات بين الدول العربية والجزائر هي اللي حابة زعما تلعب الدور الريادي لحل النزاعات بين العرب، يقولها ابداوا برواحكم مع المغرب. واش عندكم مع المغرب؟ أجبد واش عندك؟ يعني في الحركات الإرهابية والمعارضين هاتوا دليلكم، هاتوا دليلكم إيمون، هاتوا دليلكم. هذه النقطة هذه مهمة جدا جدا. إذن حضور ملك المغرب سيكون قرار ذكي، قرار ذكي جدا، هو أنه رح ينزع للعصابة الحاكمة في الجزائر حجة العدو المغربي هذا اللي باش نقلبوا به الرأي العام الجزائري، يروح حجة يروح بلا بعد قرصنا غير خلاص القمان عادوا نرجعوا كما كنا هنا كيف كيف يتكشفوا يتكشفوا على سير. وهذه القمة تفقد مصداقيتها لأنك أنت جيت اليوم قلت أوكي خلاص ما بقى حتى نيزة ما بقى حتى لا ردوا العلاقات وده غير خلاص القمة لا رجعت الأمور كما كانت بعد تحليمة لعدتها القديمة قمة خلاص كلك أنت راجع بس فيها قمة القادمة راه في مصر في شهر مارس يعني 4 شهور من بعد راح يحكموك العرب يقول لك كيفاش انت ما احترمتش التزاماتك التزمت وما احترمتش. إذن رد فعل ملك المغرب مهم جدا جدا باش نعرفوا هل سيقع هو في الفخ و يرمى عليه الحرج وتخرج العصابة كي شعرة من العجين اوه احنا عرضناه هو ما داش وتهنينا ودرنا قمتنا ونلنا مبتغانا ام يجي الملك يحضر القمة وهنا الفخ اللي تنصب له يرجع اللي نصبه له هنا راح يتحكم عليهم كما قلنا استقبال وكذا ومنا توقع فيها حالة كبيرة. نذكر باللي في نفس الوقت للعصابة الجزائرية تنوي لأنه من زي ما بعثتش قالك راح نبعثه مبعوث يدي رسالة الملك محمد السادس. وهنا ثاني كان سؤال هل الملك سيستقبل المبعوث ولا لا؟ إذا استقبلوا رات سما تفتح باب تاع الصلح من طرف المغرب، المغرب يفتح باب الصلح استقبلوا يقولوا مش كاين مشاكل معنا هيا تفضلوا نحلوها لأنه العصابة في الجزائر مش حابة تحل مشاكل مع المغرب ما كانش مشاكل هي في الأصل ما كانش مشاكل بين الجزائر والمغرب المشكل في مخ العصابة الحاكمة والمشكل هو أن ما عندهاش شرعية والشعب الجزائري رافضها وبالتالي نصيبه باش نقول للتي والشعب اللهيوة قالوا عندنا مشكل مع المغرب هذه هي الحكاية أغرق الحدود دير قدادي باب شباك لكن في نفس الوقت اللي فيه بوادر نقوله كونوا يعني ماذا به يكون إيجابي فيه بوادر انفراج دام راح مبعوث يدي دعوة وممكن يجي الملك وكي يجي الملك تكون عندها أمور أخرى تجي موراها بوادر انفراج